مرحبا بركاتشلار، نصل في مز. معاكم الاء حسن من دي برنس شانل. النهارده جبت لكم ماسك تحفه. الماسك دوت علاجي من الدرجه الاولى. الماسك ده موجه لمين؟ موجه لجميع انواع البشره، وخاصه البشره الدهنيه، لانه بيمتص الزيوت الناتجه عند البشره الدهنيه وبيشيل اللمعان. غير كده كمان الماسك دوت بيستخدم خبراء التجميل بكثره، ويعتبر ده واحد من اسرارهم. الماسك دوت استخدام رئيسي فيه المكون بتاعي هو المانجا. المانجا طبعا انتوا عارفين ده الموسم بتاعها، وكمان المانجا بتستخدم في تعزيز انتاج الكولاجين، وبتقشر البشرة وبتعمل تفتيح فوري للبشرة. وغير كده كمان المانجا من المكونات اللي بتساعد البشرة على التئام اي التهابات والتئام اي جروح. يلا بينا نبدأ الماسك. هدي جليور. مكونات الماسك بتاعنا، وهقول لكم على فايده كل مكون من المكونات. طيب، اول حاجه من المكونات بتاعتنا هستخدم المانجا. المانجا من المكونات اللي بتحافظ على صحه الجلد، وبتحافظ على رطوبه البشره، وبتشد البشره، وبتشيل اي اسمرار وتجاعيد. ده بالاضافه ان هي بتحمي الجلد من السرطان. ربنا يعافينا ويعافيكم. تاني مكون معايا هو الدقيق. التفتيح السريع، اي حد قبل الفرح بتاعها تستخدم الدقيق في الماسكات، هيديك نتيجة سريعة جدا. غير كده كمان الدقيق بيعمل من المكونات اللي بتنظف المسام بعمق، من الشوائب، من اي اسمرار، من اي حاجة البشرة بتعاني منها. تالت مكون معايا هو العسل. العسل من اقوى المرطبات. العسل بيخلي البشرة ناعمة جدا زي البيبي سكين. اللبن بيرطب وبيفتح وبيزيل اي اسمرار. طب دلوقتي انا هطلع من المكونات ديت 3 ماسكات. اول حاجه هطلع من المانجا والعسل مع بعض، هنعمل بيهم سكراب للشفايف والايدين. الاسكراب دوت عباره عن مانجا وعسل، بخلطهم كويس جدا مع بعض وبحطهم على البشره وعلى الشفايف وعلى الايدين. ده بيقشر وبيزيل الجلد الميت ويشيل الاسمرار. دول اول مكونين استخدمتهم. تاني مكونين معايا هستخدمهم هما الدقيق واللبن. الدقيق واللبن من المكونات اللي بتشد البشرة، بتنظف البشرة بعمق. تالت ماسك معايا وهو الاخير هو العسل واللبن. العسل واللبن من المكونات اللي بتخلي البشرة ناعمة جدا، بتخلي البشرة رطبة، بتخلي البشرة دايما نقية وخالية من الاسمرار. انا قلت لكم دلوقتي 3 ماسكات من المكونات ديت. هنعمل الماسك الاساسي بتاعنا بالاربع مكونات، ويلا بينا نخلطهم على بعض ونشوف النتيجه. اول حاجه معايا هحطها هي المانجا. وطبعا انت بتحطي هنا في الماسك دوت، انا مش هقول لك مقادير الماسك دوت، انت تعملي المقادير بنفسك، لان الماسك دوت يا ريت تحطيه على اي مكان غامق في جسمك، سواء بشرتك، سواء ايديكي، سواء اي مكان انت بتشوفي ان فيه اسمرار. هحط المانجا، وبعد كده ياريت نحط كل المواد الصلبة مع بعض، ونحط كل المواد السائلة مع بعض، ده أفضل لنا. هحط الدقيق، وبعد كده هحط اللبن. وانتوا زي ما انتوا عارفين بحط اللبن دايما بحرص عشان يقاوم الماسك، ولو عوزت لبن اكتر من كده هقلب، احط وأقلب تاني. واخر حاجة معايا هحطها العسل. الماسك دوت من اقوى الماسك اللي بتعمل تفتيح فوري. عندك بقى خطوبه، عندك مناسبه، اي ايفنت انت رايحاه، يا ريت تستخدمي الماسك دوت قبل ما تروحي لاي حاجه. غير كده كمان الماسك ده بيهيئ البشره للميك اب. بقلب كويس جدا، انا مش عايزه بقى ايه اي تكتلات في الماسك، عايزه الماسك قوامه ناعم زي الكريم. الريحه طبعا بتاعته فظيعه جدا، ريحة المانجا طبعا لحدث ولا حرج عليها. وكمان عشان الماسك يديك نتيجة افضل، ياريت تفرم المانجا فرمة صغيرة في الكبة، ده هتبقى معاكي تحفة. انا عندي هنا عبارة عن قطع، عشان كده هتحتاج جهد شوية في التقليب. هقلب الماسك كويس جدا وارجع لكم تاني. قوام زي قوام الكريم. هنبتدي بقى نحطه على ايدينا بقى بالستيك. شايفينه
شايفين نبرته ازاي؟ دايما تتعلمي اي ماسك تعمليه ما تحطيهوش كده وتسيبيه، لا تعملي حركات كده، حركات دائريه في ايديكي عشان دايما الجلد يتغلغل في الماسك ويشرب. اعتبري الجلد بالظبط عامل زي السفنجه، عشان يشرب لازم تعملي انتي مجهود. هتفردي الماسك ده كده كويس قوي على ايديكي وعلى بشرتك. القناع ده لو كل يوم عملتيه قبل ما تنامي او بعد ازاله الميك اب، مش هقولك بقى هتقومي بشرتك عامله ازاي، بشرتك هتنور من كتر الفتحان اللي هي فيه. هتحطيه حوالي تلت ساعه لحد ما ينشف خالص، وبعد كده تشطفيه بميه فتره وتكرري الماسك دوت لمده 3 ايام عشان يديكي نتيجه افضل. هسيب الماسك ده ينشف دلوقتي بقى بعد ما الماسك جف، يلا بينا نقشره مع بعض. شايفين بيقشر ازاي؟ كل التقشير ده بيزيل الاسمرار والخلايا الميته، غير كده كمان الجلد بتاعي هيبقى ناعم جدا ورطب جدا، مش هعاني من اي تشققات خاصة دخلت الشتاء. شايفين ده ايه اللي بيطلع؟ الماسك عامل ازاي؟ حاولي بقى طول الوقت تقشري ايدك كده.